كان واتر ماتي في خيط قدر دقيقة مدة نقرأ سعوتين هاي سوبيين إن برنامج خاصة هذا كان بالكو ورسي بوجن فالله سبسكرايب كسم يوتيوب شان خلنا قصة دراسة عطوا ورقة وربحنا ذا يا ورسي ذا هنقبلنا ويك استا هذا المرة كسم يسلم هاد سري أهلا وسلام عليكم أهلا وسلام أحمد أهلا وسلام ورحمة الله صو قابي والله بدقيقة كسم إن هاد دلائر هذا شغل برنامجنا بل سنا فكر كسم كديبتو دجال خلك كسم على يا وحى مارتي ترى شعب سومالي وبهين مغان يمام وكبا كا لبد دقيقة فيك يا كديبو يوربحين وعلى هاي سنة لوذاك أحمد آليات بدو مع الستين وانا السلامتي ولا لها يو وان سلامي تلمان تي في سلام الله ولا لها دادهين يا عمبه قاني لا يكتو على غار ريال هيا وربحين تاني آليات بدو وارتو سلامتين وحوي نحمد كل لباطن من شاكر دعدي وذلك يسين نن صوماليا ملك السلباطن كي بش جولاي جولاي دكي لغوغو ما دي إلى هم باوغا هيا لكن سيدي لباطن هل كاكر دعدي أمد دي صوماليا ملك السجوغان بي مدايسي وحانان ورانكرا إلى هاي هنم يوم مدها نغردي قطتكي مد نقضا قعنتو أدنكوغا يملغوغو يا أخلي قوي يقول سدول الدودو إلى هاي من كوي من نقي إلى هاي هنقدر وحويان دبعت ذلك كجيل تقولي هذا دواك للي هي مقالة دي يا ولي لا طرف ديا والقوم مجارسني حي للي هي مقالة دي قرب عيسى وحويان نن أيان دويد أندقي سنة يي أو تري كم مقالة ده سمرات أم بدو كعفر تكيمي دي وحويري سد وشيء غيو وروح عند قال ما يعفر معها أن أوحاني هذي عفريهين حقا دنبو حباك الجوغة بودالي وقعان صدحات يعان يقعان لباد باميشو كجرت بود أنكو دادك الصومالي داد والالا نهي بودي نكاسي سيدا آن ودقي سن آن آن كمال قياد الكيس مركا ألو أحمد سعوه لكم أقل يا الله وحويان كلي وضكاسي وضك إيطوبيا ووضن هذه تكلا تكدو هكلا تجا ومضى صوماليا محنقشيس وحويان إن أنكو أن من نقنو أن مال مدهات هذه تدبا تدني إنت أصوصنا أن دول جوكتان ميل وسول جيسنا نكو إسكالا قيبي صح مدى صوماليا ميل كثير جوكتان تكالنا ولكن مدحويناها مصطفى وحاسين يوانو أكون مشغول ومدى أكون مشغول عداوها ومدى حتى دوحفي عن الاستماد ومدى دوحفي عن ورسيتي أنا كنا وقد بجوكتنا كوي كتيرين ينوانا صح ومدىني جبهدهاني رسوها القمي وين لفية سردية كميديهين وضدكي especially وين لف وضدكي ما أنت نقف قوقي هذا أن دباطة ما أنت محايا هذه دباطة دي إنتا سوصلنا مال إلا منيلك إلا هيلة سلاسة إلا مجيستالة مريا يتيب يلف دوا دباطة دي أي نقو سميني صح marka aan waxa midahaateen walaalahay u leeyahay haddii tan kastaba u tababushaysanaya oo intiisa iyo dadkiisa iyo wadankiisa iyo dhulkiisa sidoo qaadan lahaa u tababushaysanaya aan oo wala tashina wala galay annakuna sida imeka la sheegay in laga yiri mustafa uu habiye u hanjabay ya darra la sheegay uu yiri kasar madar kasar ciidanka dulka soo dulkan la isku haysta ciidanka Soomaalida ka saar oo mustafana yiri war ma saaray waxa way dhamaad waana naga gardaran yahay dulka yagiibaana joognaa wii ta hadalkaasi meel kasta laga sheegay waa ku aanbaliyeenayna mustafa inuu haddii wax ka baqama ها وا سيدي اور بالسي كله رونتو يما كان نو سو بخي لاني تو كوي قرا عيسى ورجرا وا كارو يمانه واخ واخ ويري يو واخ او امر ديده سمين كرا ما جيرو نين امر ديده ويغن سمينا ما ها كلي كلي نيكي ابي انو ييري هلكا سي ميشو ميدي هكا ايفيو هلكا
halkaan buu hadii la iga furo way dhamaatay inuu yiri aye abiba baa wata qorshahan waxa ku sidii xagee si sadda ka akhrinaya waramada aha ragii waramadi ويلا دي سابو سانو تغا حقا كلانو وحديثي ودر نبي صلى الله عليه وسلم ودي سابو سانو تغا لبضو با أنك إنا دحمرا واصو موادو الصومالية دوحي دحمرا صح صح مركا رقه تي تي الاف تحيطا وحيدين ورانكو دكا صومالي دا وحبا يسكو ما حيسنو واقي هورانا دباطة داي صومالي شاقان يسو وانقل داني محايا حايدة إنو كنو دوكي نخو رأي سيدا نكستبا ما توحو دي يعني ديار قرب كجرا أنكونا إنا ديار مصطفى إنو أمتي سأفك قبل قعنتنا قبل أقلقنا قبل مصقع دن إنو قبل مصطفى وإنو سكاي ماليا أوكي وما صدت هاي وقت مصطفى كليا ما هي كوح وميشي تشوكتا كوح دا سينو وحان وحان قدر يا ضدك وما دركتي رجع ولا ليه هي السؤال كمان مصطفى إنه ولا لك دكتو صد ويستو وما وهذه إله إلا جهله وكدكتو قرب كيسي هم بدبر كيسي أتقابل لوب بعيا إنه عدوار كدك كيسة ما وحويا ضدك ستي كسول جيدو أنا كلمة لي وحني ما شاء الله جو جوبي ستي كسول جيدا إنه مصطفى و استغل لفتيس هو هدي تضد له القمي كرا او دونت يا لو باهي وكا ولاك وانا السلام السلام عليكم الله تزم احسنت عبد ما سنت السلام عليكم عليكم السلام لا دقيقه كليه يا صاحب ما عاجبني شنو سوايس انجي دار احمد واحمد عبد الله واني كسوايا كندا عبد الله هاي adigu iyo ustaad waxa ay maxamed soo sheegaya waan salaamayaa hadaan barnaamijkayga hore u galo waxa weeye waa barnaamijka waxaan ka hadlayaa canfarta iyo muxuu ahaay Soomaalida sida ragga hore u sheegeen waa barnaamijkan ay ka daba joogta hasa ahaatee maanta boqolkiiba boqol dadka shacabkeena way ka mideysan yihiin inay isdifaacaan hal mar oo kale waxaan xusuustaa waayadii la keenay Mustafa Maxamed Umar sidan oo kale loo soo joogay dhanka oramada waagi ma wayaaliyo xaggaas way midoobeen isaga la daba istaagay haddana waa lagu daba istaagay arrinta dibaatada kale inay haysato waxa weeye maamulka waxa laga rabaa istaraatiijiyada iyo wanaaga anagana laga waayay danta anagana aan laga rabin canfar laga rabo maxay tahay faramooyale ilaa muxuu ahaay Jabuuti wadooyinka Itoobiya waxa soo maraan oo dhan waa dhulkeena waa gobolkeena kaliya meesha maanta ay muxuu ahaay dawladdu wax sheeganeysay Abiyo Axmed ay ka dhaqantahay ka degantahay waay marka anaga canfar ma taaban kartaan oo naloogu lug qabanaya waxaan aaminsanahay laba qaybood baan u kala qaadayaa mid waa maamulka guud ahaan oo madaxweyne Mustafa Maxamed Umar waxaan hadan maqlaynaa inuu ku adkaystay inuu rajo ka soo saarin inuu yahay wadanka anaga aad naga weydiin inay canfar aad naga boorbidaysaan maxay tahay oo dadkii aan loo sheegin ma diidin look yaanaan anaga nolugu dilaan mana diidi karo ilaa way kamidaysan tahay waa diyaar umada Soomaaliyeed ilmaha ugu yar iyo ninka ugu weyn urradii mucaaradka ah waxo dhan diyaar inuu yahay difaaca wadanka waladan maamulka sheeganeysa ay dawladda Itoobiya ilaahdan haddaydan una dadka naga xaq ilaalinaya oo federalism ah hadduuna jirin annaga ilaalinayna wax danana idin kama lihin arrinta ay ku adkaystaan taa waxaan leeyahay qolada maamulka waxaan leeyahay qolada city gooni ahaan city ka soo jeeda aadan muxuu ahaay qaraxda jooga federaalkiiba haystaa ku xigeenkiiba muxuu ahaay city ka soo jeeda khiyaala jabadii oo ilaa mucaaradka ahayd ee muxuu ahaay waxaan muxuu ahaay waxay lahayd kala jijibinaya oo baabiinaya iyaga laftooda waxaan leeyahay si gooni ah iyagana waa in loola xisaabtamaa wey
ومصطفو يون وليها كانوا يلقوا لي سنين أنا فارح فدرال كيف كتير هذا كيس هذا سيدا اللي هي ليا هاي وإني تقولوا هنشبه وأقول وأقول هذا الرئيس ستنا وإن سجواني الله رحمه تما وإلا توبراء إلى ستة إلى هاي واللي يبغى يصير من الأشياء حق للصناعية دولة الجيبوتي عفرت ما شكت قال لهم عفرت الجيبوتي لا كتير تسير التري لا كتير دولة الجيبوتي عفرت الجيبوتي أنا كذا هذا أفرق والله ما أمر قوات كيستا بديع إلى مدى حوشية أنا لقى صار أنت عفرت ماشى قوادي دولة إيطاليا قصة قريصة اللي جاب وحلي على وحلي مرنا تاكل مرنا تاكل وحلي على 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 مرنا تاكل وحلي كل واي أولوي يواس المدرسة وحنا النجمة دميان وحنا النجمة سو حينيان وحنا ما بشيء جنايان يجا الله علينا يجا علاس كسارة يجا علاس كسارة مركب حوي وحنكسو جب جبيني هذا الكيجة وحنكو ديرابي وحنكسو جب جبيني أرنتن إثيوبيا بكن وفدر على مجلس كان بتبادين اسمه شرتو إثيوبيا بكن وفدر على النج هذا وحين ييري كتاي مجلس وإثيوبيا فدر على النج ما بعد صعد نيبا marka inay qoladan maamulku ku adkeystaan way dhahan adeer Itoobiya haddaydan in ku dhakare ilaalinaynin oo xaqnaga iyo umadnada iyo dulkanaga aydan xaq federaal oo sharci federaal oo nabadbaadin hadduu sidii waa maasantay laakiin laba meelood baan is qabanayna Itoobiyada kore waxa kama jiraan baa leedahay maamulkeedu wuxuu u yeeyay baa leedahay waxba inuu ma soo wadabay leedahay كوي وكيلك كاها اي تري عرب شق محنكو را دين عاي دين عاي إنا جينا دادكي حتى قوم يديهي كلا حتى وحاوية دادكي محنكو را هاي قوابيبا حتى الله بينا يا إنا جينا شخص عادي وسياسي اللي ما هل يكرتي وحبسي هذا الله مركا اسمه قبانيس اسمه قبانيس ويكسي عيني هنا بيبان قبانو ويكسي دمير عيني هنا بيبان قبان كون مامل خشيه يا جمال أنا كون مامل كان شيء يشتري وحن مغري يدرق مقعاد الحوا مقعاد الحوا ورمضة ميسا نستاهي إنه هوكي اللي قد يجيب عن مغري هوكي اللي قد يجيب وأنت نوال مغري ساقول ميداها ترسل اسقوه بيان اسقوه بيان يعني قرد يفدرالك الشيء يعني يسير رزي الوزارك ريانكي أحمد الحيل مجلس ونور صح أنا يا أحمد حسن صومين ما يعني أحمد عبد الله يبالي لكن أنا كسؤال لي أحمد عبد الله أحد بعضهم ما تسنتها يعني هل سؤالا كويديو meel kale oo Itoobiya maanta nabada oo u furan Itoobiya oo deegaankeena ahayn ma jira may Soomaa maya may deeyaani u duceynaa inaga soo xiro marka albaabkaana haddii albaabka waxaan u duceynaynaa qolada maamulka hayseen u duceynaynaa in albaabka inaga soo xiraan oo dhahan adeero macallama xageed u kala wada abii axmed tiimkiisa iyo qolada meesha xageed u kala wada ما لو كان صعدان مجران وحا أي وأبيه هاي بقردن تكتكت شوكتين ما ممكن أيه أبيها دوحن يها ينوى حنيه أبيها دوك عنكو ديقليها إيه ونوى عنكو ديقليها أرنتن كان أستاذ جمال أرسل لنكو إبيه هذا فارح يمحاك كتير محوى هاي قردن هاي ستية ودوك كينا سال لوك لي محاك كلا ذا أرنتن ode waxa qolada maamulka ku sheegaya waayo waxa aadan faarax baa ugu horeeyay axmed sida ku xiga mustafa ku jira waxa ku xiga ninkan kale ku xigeenka cusub ee hadda daaqada ka soo galay wiilkan yar ee Nairobi laga soo lugeeyay in insha Allah kamida the group dhan way these are the people marka waxa weeyaan in kasta kasto xafiis fadhiya ama madax xafiisad ha noqdo ama maxaa ku jira federaal ha joogo waxa weeyaan dadkaas waa dadka dibta Soomaali maanta ku ah maayn ala gudboon marka hadii ninki qori qaadana waxa lagu leeyahay waa adigaaga maxamed abdullahi hadii aad maxaa ku dhahay ay ku maqlaanaado le maamulku tabal tala fiican saaro adigaagaasi ku daba galayaan koodanayaan maxaa saa u tiri
wiilaydiina waxa weeyaan islaamaha oo dhigayba maxaa ku dhaq qulihi ay ku tukubeen laga laga tuuro leeyo qoryaha ku tukuba marka waxa weeyaan xaaladan inuu ku jirto cida inoo lu qabanaysa ina dhaafinaysa dadkii afka qabtay indhaha qabtay dhagaha qabtay lugaha qabtay dhaqaale xumo ku riday fursad xumo ku riday iyagiina qabiil isugu dhiibtay waxba isma dhaamaan waa isma dhaamaan marka waxa weeyaan in canfar las eg canfar sideeba u soo qaadan kartaa hub waaweyn oo noocaasa iyagoo dowladda Itoobiya arkayso oo nin maxaanku dhahaye military officer intuu yimaado u yidhaah dadkii ma xamaar maxaanku dhahaa ma canfartayda isu dhiibaysaan mise dhulka waan ka kaxaya waan ka raara abisaago iyo ka dambe wax raalika oo qaybka maxaan ku dhahay ninka la yidhaaho afar kaba raalika waana meesha weli aan ku garagaran lahaday waa meesha keliya ee colaadeed iyo dhibteedu ay ku midaysay in cumar geele iyo maxaan ku dhahay iyo afurka oo labaduba ay raali ka yihiin waxba ka odhanay inaynu ka ad hadallo adcaful iimaan oo muxuu ah injineer axmed iyo ustaad jamaal sheekh ibraahim iyo meelaha inaynu ka hadallo intaan baa marka hadday noo furan baan u qaata adcaful iimaan maahe waxa weeyaan gobonimo dhagahaasay naga hadhay anagu waan diidnay wey marka ciddii niyadda ka nacaysa ha ka nacdo laakiin anagu xoogaa gobonimo dhagaha naga hadhay waanu ninkiinu u qabsanaya ninkaan u qabsanaynin buuraleydii waa iskala soo daadegtay wataadasi iyo meel kor soo maraysa dhinacan afarta maalinkay soo jiidhaan i think inaynu kuba qaadanayninba malaha wax isbuuc ka yar marka waxa weyaan itoobiya meesha keliya itoobiya iyo dowladnimo iyo waxaas laga hadlayiyo nin walbaaba qoomiyaddiisuu fayras leeyahay maanta tigrey kama dhaadhicin kartid wax itoobiya la yidhaha maye ta aniga arrinka tigreyba ay horeyso wey hadda fiir dagaalka ka socda maxaanku dhahay waa qoyiga ka socda waxa hormoodka oo maxaanku dhahay commandarka ninka maxaanku dhahay amxaaru madaxweynaheeda kelikeeda ka ah isagaa dadka amraya isagaa dagaalkii qaybka loo gelaya qowmiyaddii axmaarada ee 30 million lagu sheegay baa la yidhi giddigeed dagaalka ha gasho maa ardaydii iskuulka dhiganaysa xaggey marka joogaan maa yurub bay ku nool yihiin maya waa dhowr buurood baa inoo dhexeeya maa ardaydii baa lagu yidhi maa ardaydii gala baa lagu yidhi iskuul maxaanku yidhaha dagaal adigoo maxaanku dhahay adduunka dacalkiisa kala joogana maxa weyaan haddaad tidhaaho dadkaygii dhib baa kusoo socota waxa weeyaan afar jigjiga joogta ayaa maxaanku yidhaha adigana kusoo daba qaadanaysa utter nonsense hadduu maqlayaan waxba ha qaadanin oo hubiya wax kale ha qaadanin buradiyo ula qaato xafiisyada kasoo direeri waa gudbanti waa mahadsantahay axmed telefon baa ugu jira hal daqiiqaan siinayaa oo waqti badan isoo